صباح الخير صبايا، نحن موجودين معكم من جامعة حلب وتحديدا من ساحة مقابل كلية الطب البشري. اليوم رح نكون بإضاءة على جامعة حلب، هي جامعة يلي أقيمت وأنشئت منذ حوالي أو قبل 60 عام وبتضم 18 كلية و18 معهد وإضافة إلى مدرسة اليوم رح نكون معكم وننقل نبض جامعة حلب ونبض الشباب الحلبي. وأكيد بيسعدني أول شيء رحب بالدكتورة دكتورة سيلفا إشخانيان، عميد كلية الطب في جامعة حلب. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. أهلين 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 فيكم دكتورة. نحن يعني رغم سنوات الحرب ورغم يمكن كل ما تعرضت له جامعة حلب ومحافظة حلب، ولكن هناك محطات من التميز كانت بالتحصيل العلمي والدراسات العليا، خلينا نضوي عليها أكثر. هلا مثل ما قلتي قبل شوي انه عم تنقلي نبض طلاب ونبض جامعة حلب، فأنا بأكد انه هالنبض ما بطل ولا يوم رغم الظروف الصعبة اللي عشناها، رغم سنين الحرب اللي عشناها قبل نصر حلب قبل 3 سنين. فالشباب وطلاب حلب ما انقطعوا ولا يوم، تموا مداومين، تموا كملوا محاضراتهم بنفس الشيء. طبعا الأساتذة نفس الشيء، الدكاترة اللي ما بطلوا دوام ولا يوم، تموا على رأس عملهم رغم ظروف السيئة اللي عشناها، رغم الحصار، رغم قطع الكهرباء. ما انقطعت الكهرباء أبدا عن الجامعة أو عن مشفى حلب الجامعي. رغم وضع كلية الطب في حلب كيفه اليوم؟ كلية الطب الحمد لله لا تزال عم تعمل، لا تزال الطلاب يبدعوا سواء بمحاضراتهم سواء بأبحاثهم العلمية، أبحاث علمية سواء في المرحلة الجامعية الأولى وفي الدراسات العليا والدكتوراه. الأبحاث مستمرة ونتائج طلابنا دوما جيدة جدا، وحتى في إحدى السنوات رغم الحرب أخذت حلب الدرجة الأولى في الامتحان الوطني اللي يقام على مستوى كل الجامعات السورية، كل كليات الطب. كثير لك دكتورة، أكيد يعني بيسعدنا اليوم أنه نحن موجودين بجامعة حلب لننقل عن جد هذا النبض، والنبض اللي كثير مهم بقطاع التعليم. أكيد بيسعدني رحب أيضا بالدكتور عبد القادر جوخرار، عميد كلية الهندسة الكهربائية في جامعة حلب. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يا أهلا وسهلا، يسعد صباحكم، صباح الانتصارات لسوريا وحلب. نعم شكرا كثير لك. يعني دائما لما نحكي عن حلب قبل وبعد الانتصار، اليوم خلينا نحكي عن وضع جامعة حلب بعد 3 سنوات من الانتصار. أكيد بعد 3 سنوات من الانتصار اللي تحقق على أيادي بواسل الجيش العربي السوري في كافة مساحة الأراضي الجمهورية العربية السورية عامة وفي حلب خاصة، الصورة بتعطي أكبر توضيح ما حصل بعد الانتصار، كثافة طلابية، عودة الطلاب، عودة الأهالي بشكل خاص في كل جامعة، في كل كليات ومعاهد جامعة حلب. مثل ما تكون شايفين الحركة الطلابية، وخاصة نحن الآن على أبواب امتحانات ومذاكرات وما شابه ذلك. شكرا كثير لك دكتور. وأكيد كمان بيسعدني رحب بلبابة الشواف، وهي عضو قيادة فرع جامعة حلب الاتحاد الطلبة. أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك لبابا. يسعد صباحكم، صباح الانتصار وصباح الإصرار لجامعة حلب وحلب الصمود. يسعد صباحك. دائما لما نحكي عن الإرادة الحلبية والشباب الحلبي الجامعي، هناك محطات كتير مرقت، خلينا نضوي معك على أهم المحطات اللي ممكن نحن نذكرها عن جامعة حلب، وخصوصا بعد الانتصار إنجازات يمكن ما توقفت، خلينا نحكي عنها. نحن يمكن كان العالم عم بيراهن على، وخاصة بالأزمة حلب اللي كانت موجودة قبل الانتصار، عم بيراهن على وقوف الدوام في جامعة حلب، ولكن رغم كل شيء ورغم كل شيء صار في جامعة حلب، رغم قذائف الغدر اللي كانت تأتي من الإرهابيين، نحن أصرينا كطلاب جامعة حلب نكمل تحصيلنا العلمي ونتابع شهاداتنا، لأن الوطن بحاجتنا. ومع هالشي نحن كنا من الأوائل في جميع المجالات، جامعة حلب ما وقفت دوام، جامعة حلب كانت في المركز الأول في عدة مجالات. نحن الطلاب كانوا مصرين بشكل دائم وبشكل وحريصين أنه يكونوا موجودين في مقاعد دراستهم رغم كل شيء، لأن هاي القذائف هي بس لهز الكيان الشباب السوري، ونحن أصرينا أنه نكون نحن الشباب السوري الواعي يلي نحن رح نبدي الوطن فكرا وحجرا.
شكرا كثير لك. يعني مثل ما عم بتشوفوا صبايا، هي هي الإرادة الحلبية والشباب الجامعي اللي يعول عليه أكيد بمرحلة إعادة الإعمار، وأيضا خلال سنوات الحرب كان هناك مبادرات عم بتكون من قلب الجامعة لمساعدة الطلاب وتقوية تحصيلهم العلمي. نحكي أكثر عن هذا الموضوع معي حسن كيالي، وهو رئيس مكتب المعلوماتية في جامعة حلب. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير، صباح النصر من جامعة الصمود، جامعة حلب اللي عم تشهد هلا واللي عم تحتفل بذكرى نصر حلب. ان شاء الله بنحب اول شيء نقول من جامعه حلب كل عام وانتم بخير، كل عام وانتم خير لصانع النصر سياده الدكتور بشار الاسد. نحن بدورنا كاتحاد وطني طلبه سوريا كنا مواقف كثير عديده. لو سريعا خلينا نحكي عن ابرز يمكن المبادرات اللي كانت لتقويه التحصيل العلمي لدى الطلاب. كان عندنا بكافه المجالات الرياضيه والثقافيه والمعلوماتيه دورات تعليميه وورشات حواريه ولخرط الطلاب بسوق العمل والافاده من كافه الجوانب العلمية. نعم، شكرا كثير لك. يعني كاميرا الإخبارية السورية عم ترصد بعض نبض الحياة في جامعة حلب. يمكن هون موجودة معنا المشفى الجامعي التابع لجامعة حلب، وأكيد لنحكي عن أكثر دور المشفى. رح بيسعدني رحب بالدكتور مناف شرباجي، وهو رئيس الأطباء المقيمين بمشفى حلب الجامعي. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح النور، شكرا لكم. أول شيء دعونا نبارك لحلب والوطن وقائد الوطن وجيشنا الباسل انتصار حلب بعيدها الثالث. بدي أحكي على مشفى حلب الجامعي، أنا كوني رئيس الأطباء المقيمين بمشفى حلب الجامعي. فضل. صمود مشفى حلب الجامعي كان جزء من انتصار وصمود حلب، رغم قلة الكادر البشري والإداري والمالي بسبب الضغوط والأزمة، إلا أن مشفى حلب الجامعي بكافة كوادره الطبية والإدارية صمد واستقبل الإصابات على مدار الـ 24 ساعة. إن شاء الله ما نكون قصرنا مع حدا من المرضى. في بعض الأيام كانت ترد إلى مشفى حلب الجامعي بيوم واحد حوالي 200 إصابة نتيجة إصابات الغدر والعدوان من المجموعات الإرهابية المسلحة، كانت تعجز عنها أكبر المشافي بالعالم، ولكن والحمد لله مشفى حلب الجامعي استطاع بصمود أطبائه وكوادره أنه يقدم الخدمة الطبية المثالية، وما زال مستعد لتقديم الخدمات أفضل وأفضل. ونعد الوطن وقائد الوطن أن يبقى جيشا طبيا خلف جيشنا الباسل حتى تحرير آخر حبة تراب من ترابنا الغالي. شكرا كثير لك. يعني هي هي كان نبض جامعة حلب، حكينا يمكن تحت الهواء مع كثير من الطلاب، كانت هي كلها تجارب صمود، كان إصرار على متابعة التحصيل العلمي رغم القذائف اللي كانت موجودة. سريعا جدا رح أخذ بعض آراء الطلاب، وهون بالساحة ممكن نلاقي طلاب من مختلف الاختصاصات والكليات والمعاهد. صباح الخير وأهلا وسهلا. أهلا سيدي. من أي كلية؟ محمد قاسم، كلية التربية. يمكن كلية التربية مثل كثير كليات تعرضت للقذائف، خلينا نحكي عن هي. طبعا هلا نحن كلية التربية هي بالقطاع الفوقاني من الجامعة، فهي قريبة من المناطق اللي كان فيها سيطرة المسلحين، يعني احنا كثير كان في استهداف المسلحين بالرصاص طائش بقذائف، رغم هيك تابعنا تحصيلنا الدراسي، رغم ارهابهم يعني كنا على طول نتابع امتحاناتنا وتحصيلنا الدراسي بفضل بواسل جيشنا اللي كانوا دائما يردوا فورا على اي اعتداء يكون. تابعت الجامعة 4 سنين، كان 4 دفعات تخرجت، يعني رغم الحرب والإرهاب الدائم 4 سنين دفعات خريجين، ودراستنا كانت مستمرة الحمد لله. يعطيك ألف عافية. شكرا كثير لك. كمان رح أخذ أحد الأشخاص. مرحبا، صباح الخير. يا أهلين، صباح الخير. من أي جامعة؟ من جامعة حلب، كلية الاقتصاد. عفوا، أي كلية؟ كلية الاقتصاد. عن كلية الاقتصاد كيف وضعها؟ نحن كطلاب كلية الاقتصاد ضلينا مستمرين وضلينا مقاومين طيلة فترة الأزمة، وضلينا نحن نداوم على الجامعة ونداوم كل يوم، ورغم القذائف اللي نزلت على كليتنا وحتى قدمنا شهداء من كليتنا نحن، وضلينا كل الفترة عم نداوم وعم نتابع تحصيلنا العلمي. حتى عدت علينا ايام نحن كنا بال 2014 و15 و16 كنا نسجل للطلاب المستجدين، كان يجينا على جامعه حلب لهون شيء 300 طالب تقريبا. هلا بعد ما تعافت حلب الحمد لله ورجعت الامور تمام، صار يجينا 1800 طالب على بالسنه، يعني هلا نحن المستجدين اللي اجوا لعنا 1800 طالب مستجدين لجامعه حلب للاقتصاد. بال 2016 كان يجينا 300 طالب نحن بس. مع ذلك الحمد لله رجعت الامور تمام ورجعت الوضع طبيعي الحمد لله، ورجعنا على جامعتنا والامور منيحه. يعطيك الف عافيه، شكرا كثير لك. سريعا رح اخذ اخر الاراء يلي موجوده. مرحبا. يا هلا. تعرفني بحالك ومن اي معهد او من اي كليه؟ انا محمد زيد ابو الشام من طلاب الكليه التطبيقيه. نحن كليه انشات بعام 2013 بالجامعات السوريه خلال سنوات الحرب، بس نحن بجامعه حلب انشات بعام 2014 كليه تطبيقيه، يعني كليه مستحدثه جديد بنت على قرار
قرار مجلس الوزراء بتتضمن هي قسمين وباقي محافظات سورية. نحن الحمد لله الكلية كانت تأسيسها بفترة الأزمة يعني. وهذا يمكن صمدنا أهم من وراء هذا الشيء. أهم شيء يمكن هي الإرادة الحلبية. كثير عانينا. عم نحكي نحن عن البناء والإعمار خلال سنوات الحرب، يمكن آخر الآراء كنتوا حابين تحكوا. مرحبا. تستعرفني بحالك من كلية الهندسة؟ محمد الحمادة من كلية الهندسة المدنية. عادة الإعمار عندكم، خبرني. 18 خرجت دفعه كبيره من عنا من الجامعه، وكانت معظم مشاريع التخرج عن اعاده الاعمار بسوريا. بعدين اعاده الاعمار بسوريا نحن ما بننساها، انه كان المشروع بالبدايه للدكتور السيد رئيس بشار حافظ الاسد. نعم، شكرا كثير لك. يعني صبايا بدي ارجع لعندكم على استديو، مثل ما شفتوا هي الاراده الحلبيه، هذا هو الشباب الجامعي الطموح. انجازات كثيره كانت خلال سنوات الحرب، يمكن مثل كثير قطاعات تعليم تاثرت خلال سنوات الحرب، ولكن رجعت يمكن مثل قبل. يمكن بعضهم قالوا لي أحسن رجع نبض من جديد يخفق بجامعة حلب. هي كانت أجواء نابر. عودة إليكم إلى الاستديو.